السلام عليكم اخواتي حبيباتي، اليوم عندنا فيديو جديد. بسم الله توكلت على الله، ولا حول ولا قوه الا بالله. قبل ما نبداو البنات ما تنساوش دعموني بلايك وتشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس ان شاء الله باش يوصلكم كل جديد، فضلا منكم ليس امرا، وشكرا والله يكثر خيركم. البنات اليوم عندنا واحد الطويجين اللي بالخضر ان شاء الله، وخضر اللي محبوبه عند الصغير والكبير. على الاقل كاينه بطاطا، وانا المفضل عندي البنات طاجين بالجبنه والقوق. حنا غنديروا الطويجين ديالنا اليوم مخلطه البنات. غادي نجيبوا الطاجين ديالنا، انتوما كما كتشوفوا طويجين. غادي البنات غندير زويته غير قطيره لينو زيت زيتون، كنبغي نخدم بها حتى كيطيب لينا الماكله. وغادي نحطوا البنات اللحيمات ديالنا قياس نتوما اللي بغيتو تلحم، ونديرو الجهه ديال العظم هي اللي كتكون لتحت في الطاجين. ودابا غادي نقطعو البصيله هكذا كيف ما بغيتو تقطعوها، بتي مورسو ولا هكذا، انا غادي نقطعها هكذا. الطويجه راه تيجي لذيذه البنات بزاف بزاف. انا ما تنديرش الطواجن في رمضان، ولكن تشهيت الطاجين صافي. الانسان الا كان غادي ياكل الطاجين ياكلو بكري، وياخذ غير صبه يعني خضيره مطحونه، ما يتقلش في الفطور باش ياكل الطويجين وياكلو بكري، ماشي يخليه حتى الوقت متاخر. ودابا البنات غادي نستفو الخضيره ديالنا. كي قلت لكم راه اللحيمه ما غادي نقليوها ما حتى شي حاجه، غادي نستفو الخضيره ديالنا فوق من اللحيمه مباشره. دابا غادي نديروا البنات القزبر والمعدنوس والثوم، عندي مطحونين. وغادي نديروا الخرقوم، وغادي نديروا سكين جبير، وغادي نديروا هاد الحامض مصيره البنات. انا جبته ما غسلته ما والو، عندي مرقد ديال الدار، هاد السائل ديالو حتى هو غادي نخويه، ما غاديش البنات نغسلو. وما نديرش ملح بزاف حيت الحامض عندنا راه فيه الملحه كثيره. هنا البنات غادي اللي عندنا كيشد الطياب بزاف وهو الفول، حيت البطاطا دغيا تطيب، القوق دغيا تيطيب، البسباس حتى هو. غادي درنا البسباس، من بعد غادي نديرو الفول. كيعجبني هاد الطاجين بزاف بزاف البنات، وكيجي زوين، جربوه. دابا البنات غادي نديرو الابزار، العطريه نديروها لتحت، نخليو غير الابزار مليحه لي شويه غنديرو من الفوق، لانه باش العطريه تكون كطيب لينا الطاجين ديالنا كيطيب وطلع له مع ديك لاصوص العطريه. صافي بركه من المليحه. دابا نديروا البطيطات ديالنا، راه دوك البصيلات غير هازين، كتعرفوا البصله راه كدوب مع الطياب. انا الصراحه راه تيعجبني بلا بطاطا، ولاني مع الوليدات خصنا نديروا ليهم البطيطه، تياكلوش هاد الخضر. انا البنات القوق كل واحد كيفاش كيبغي يقطع القوق ديالو، طروفه كبار ولا صغار، انا تيعجبوني صغيورين. هنايا من بعد ما قطعنا القويقات ديالنا غادي نسيبو جلبانه، هنايا غادي ندير هاد الميطشاش. انا عندي هاد الميطشاش صغيورين، كي قلت لكم الطاجين انا تنبغيه طاجين بلا صوص مصفره، ما تنبغيش المطيشه مقطعه فيه ولا محكوكه. هنا نعاودو شويه الابزار والقليل من الملح، وغنديروا واحد الكويس الماء.
وغادي نشعلو عليه بالبوطه نار مهيله البنات، نار مهيله ان شاء الله، ونخليوه واحد ساعه وعشرة دقائق ولا ساعه وعشرين دقيقه على ما يطيبوا لنا اللحيمات، حيت اللحم ديال البقري شويه تياخذ الطياب. نردوه يطيب البنات من بعد نشوفوا الشكل النهائي ديال الطاجين. وهنا البنات الطاجين ديالنا يبدا بحال هكذا كيطبخ لينا، كندير واحد البليصه ديال منين نهزو شويه ديال لاصوص غير باش تلون لينا هذوك، تعطينا شويه اللون في الخضيره. كي قلت لكم انا هاد الطاجين هذا ما درت فيه لا مطيشه لا والو، تيعجبني هكذا اصفر. نخويو شويه ديال المريقه على الخضيره، ودابا من بعد ما مرقنا او خوينا لاصوص من فوق من الخضيره بالمريقه ديالنا، صافي غادي نرجعوا هاد البليصه كما كانت مقادوها، لانه البنات راكم كتعرفوا راه العين حتى هي كتاكل، كيخص كلشي يكون مقاد الصراحه. ولا لاحظتوا البنات انا راه ما درتش الماء بزاف هاد الماء هذا، والبوطه مهيله غادي نقص عليه ونخليه حتى يطيب على خاطرو. هانتوما البنات كتشوفوا الطاجين ديالنا راه من بعد طلق الماء ما زدت فيه حتى قطره، هانتوما كتشوفوا طلق الماء باش ان شاء الله ملي غادي يطيب غيجينا هو هذاك المريقه ناشفه ومقليه. هانتوما كتشوفوا الطاجين ديالنا تيطيب، ودرتو غير على البوطه البنات ما درتش الفاخر. هنا البنات نشوفوا الطاجين ديالنا من بعد ما طاب، غادي نزيدو البنات زويته بلديه، انا ما تنبغيش زويته تحرق فيه، وغادي نديرو زويتنات، زويتنات حتى هما بلديين البنات ديال الدار، زيتهم مشقوق. ما شاء الله تبارك الرحمن البنات، واحد الريحه ما شهيتكم غزاله، ريحه من داكشي. هانتوما كتشوفوا راه المريقه ديالنا لحد في القد. دابا غادي نخلي ديك الزويته تنسجم مع الخضيره واحد خمسة دقائق وغادي نطفيو عليه. الطاجين ديالنا وجد بالصحه والراحه هانتوما تبارك الله ما شاء الله تبارك الرحمن. هانتوما البنات كتشوفوا ولاصوص ثقيله وقليله، هانتوما كتشوفوا ما شاء الله بزويته بلديه البنات، والقوق والجلبانه والفول بزويت ناس بلديات والحيمه. بعد نوبات البنات انا هاد الطاجين الصراحه كنديرو بلا لحم، كيعجبني انايا لانه الانسان يخفف من اللحوم كتر غير من السمك، هادشي لي كاين. الطواجين ديالنا هانتوما كتشوفو كيفاش جا، المنيضر ديالو زوين والمذاق ديالو لذيذ البنات، الخبيزات ديال الزرع ديال الدار باش ناكلو هاد الطواجين هذا تبارك الله ما شاء الله، اللهم دومها علينا نعمة واحفظها من الزوال يا رب. نتمنى من الله نلقى كلشي بخير وعلى خير، ويا ربي نكون خفيفة على قلوبكم، وإن شاء الله نتلاقاو في فيديو جديد، وشكرا للجميع وبالصحة والراحة للجميع.